حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، البرنامج اللي نوجد حتى نسمع آراءكم، نسمع أصواتكم ونرفع أصواتكم للناس حتى يسمعون رأي الشعب بما يخص أي موضوع نطرحه بحلقات برنامج صوتكم. موضوعنا وهو شغل الشاغل للعراقيين أجمع، انتفاضة تشرين. تابعونا بعد الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام ببرنامج صوتكم، البرنامج أي شخص يريد يتصل بينا أرقام البرنامج ظهرت أسفل الشاشة، يقدر يتصل على أي رقم. أيضا اللي ما يقدر يتصل بينا عندنا برنامج الواتساب، يقدر يبعث لنا أي رسالة على الرقم اللي راح يظهر أسفل الشاشة الآن للمشاركة عبر برنامج الواتساب. وأوجه عناية السادة المشاهدين أنه برنامج الواتساب ما أقدر أستقبل بأي اتصال، فيا حبذا لو الشخص يريد يتصل على الواتساب يتصل على الأرقام الأخرى، وإذا ما يقدر يبعث لنا رسالة وأتمنى تكون متبوعة باسمه ومكانه حتى نقدر نقراها للسادة المشاهدين. موضوع اليوم هو انتفاضة 25 أو انتفاضة تشرين تحديدا في المرحلة الثانية أو في اليوم الثاني منها، هي 25 تشرين. عادل عبد المهدي وحكومته والسياسيين شددوا على أنه اكو ضبط للامن، اكو يعني حمايه للناس. عاد عبد المهدي لما يطلع بتصريحاته ويقول احنا راح نسوي ونعطي وظائف ونعطي فلوس ونعطي رواتب ونعطي قطع اراضي لعوائل الشهداء، وانت سميتهم شهداء، هاي المرحله الاولى اللي ماتوا في الاول من تشرين والايام اللي بعدها، لكن 25 تشرين انت ما سويت شيء، بقى الحال مثل ما هو. 500 قتيل، 500 شهيد و12 ألف جريح، مستشفيات العراق ملت بالجرحى والمصابين، استخدام الرصاص الحي، استخدام القنابل الغاز المسيل للدموع كقنابل للقتل، رمي الناس بماء حار وقناصة على الأبنية، و اكو مندسين من بين المتظاهرين شايلين سلاح ويرمون، واكو فيديوهات كثيره اللي يخرج سلاحه من دراجته الناريه ويروح يرمي من خلف الحائط، واللي لزموه الناس هو شايل سلاح، والقناصه اللي قاعدين يضربون بالناس، وانت تقول انه يعني ماكو ضرب للناس وماكو عنف ضد الناس، هاي مندسين بين الموجودين، واكو حمايات لمقرات امنيه، هم اللي قتلوا بعض المتظاهرين اللي رادوا يقتحمون هاي المقرات، لكن الصور اثبتت العكس. واحد قاعد بالساحه وتجي طلقه قناص براسه، واللي شايل بطل مي يشم بعيد عنه ينضرب قناص بصدره او براسه. زين وين اجراءاتكم؟ من المسؤول عن كل هاي العمليات؟ من اللي راح ياخذ حق الناس؟ من المسؤول عن حماية الناس؟ ومن المسؤول عن قتل هؤلاء الناس؟ ومنو راح يتحاسب؟ ومنو اللي راح يدافع عن هؤلاء الناس؟ متظاهرين سلميين وشددوا على أنهم سلميين، مواطن عراقي واقف أمام القوات الأمنية شايل علم، ما شايل غير العلم، وبطل المي ينقتل برصاص حي من قناص براسه أو بصدره. من المسؤول عن هاي العمليات؟ ياسين الحديدي من بغداد حياك الله. رئيس الرابطة العراقية للمتقاعدين وحقوق الإنسان حياك الله أستاذ ياسين الحديدي. يا أهلا
اهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله، تفضل خي. اولا اني اشكر رئيس الرابطه الوطنيه للمتقاعدين العراقيين وحقوق الانسان. نعم، اني اسف ونقل لي غلط الاسم. نعم، اشكر الرافدين لاهتمامها بمعاناه الشارع العراقي. واجبنا استاذ ياسين. واشكر هذا الكادر واشكر تضامنها مع ثوره الشباب اللي يعني عزوا 16 سنه من كذب السياسيين اللي دا يخدمون هذا البلد الجريح. نعم. فلذلك اولا الرحمه للشهداء ثوره الانتفاضه العظيمه، هذا للشارع العراقي، هذا فد فخر لكل العالم. صدقني ان العالم كله منبهر من ثوره الشباب. نعم. فلذلك نحن دائما مع الشارع العراقي في انتفاضته الى ان يتم تغيير النظام. احنا ما عندنا بعد مطالب خدمات وتعيين، وهاي القضايا كلها وضعناها جانب. نعم. احنا المطلب الرئيسي هو انهاء النظام والعملية السياسية بكاملها. نعم. ما عندنا بعد اي مطلب سوى هذا المطلب الرئيسي. نعم. لذلك من خلال قناتكم انا اوجه رسالة الى كل متقاعدي العراق، لأن الحقوق تؤخذ ولا تعطى. أطلب من كل متقاعدي العراق النزول إلى الشارع حتى يثبتون للعالم بأن العراقيين هم طلاب حق، هم ناس مناضلين يحبون الحرية والسلام ويحبون بلدهم ويحبون شعبهم. لذلك يجب أن يكون موقف المتقاعدين موقف مشرف وعالي. نعم. لأنهم خدموا الدولة وخاصة الجيش الوطني السابق والكيانات المنحلة، وكل اللي صاحب حق يجب أن ينزل إلى الشارع. نعم. لأن الشارع اليوم بحاجة ماسة إلى أبنائه. إحنا بلد غني، تالي أم الشهيد تروح تدور قواطي، وابن المسؤول يتونس في لندن وفي أوروبا، هذا جائز؟ لذلك علينا احنا ان نكون يد واحده من اجل الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا، وان نكون قوه ضاربه لكل من يسيء الى شبابنا والى ثوره الشعب. هذا الثوره اللي لابد لن تتوقف، هذه الثوره على الاطلاق لن تتوقف الا بعد انهاء هذه الزمره الفاسده اللي دا تحكم البلد صار 16 سنه. نعم. أكرر التهنئة لكل شباب العراق، وأكرر التهنئة لكل نساء العراق. المرأة العراقية اليوم تتقدم الصفوف للدفاع عن بلدها وعن شعبها. نعم. وتقف بقوة بجانب أخيها الرجل للدفاع عن مستقبل الأجيال. نعم. تحية للمرأة العراقية، وتحية لكل شهيد، وتحية لدماء الشهداء. الدماء الشهداء هو طريق الحرية والفداء من أجل بناء دولة مدنية تحترم كرامة العراقيين وتحترم حقوقهم. نعم. شكرا لك أخ أستاذ ياسين الحديدي، رئيس الرابطة الوطنية للمتقاعدين وحقوق الإنسان. عادل عبد المهدي من طلع قال يعني بخطابه، قال تحقيقات أصولية وشفافة لتكريم الأبطال والمضحين ومحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بالأوامر وقواعد الاشتباك ولجميع الرتب. أوكي عادل عبد المهدي يعني رئيس وزراء والقائد العام للقوات المسلحة مثل ما منصب هو، لكن قواعد الاشتباك مع المتظاهرين، يعني هو هذا مصطلح عسكري أولا. قواعد الاشتباك ما تفعل مع المواطنين أو مع متظاهرين، تفعل إذا كان أكو عداء خارجي أو الرد على عدوان خارجي أو الدفاع عن أراضي الوطن. لكن أنت فعلت هذا الإنذار أو فعلت هذا القانون
مع المتظاهرين بأي حق؟ قتل المتظاهرين بأي حق؟ مواطن طلع يتظاهر ويقول أنا أريد حقي، أنا أريد أسقط النظام، هذا النظام أنا انتخبته ما أريده، تقتل ليش؟ ومن اللي راح يحاسب؟ وأكو لجنة شكلتها أنت عليها ألف علامة استفهام. شامل من ألمانيا، حياك الله أخ شامل. الله محييك عيوني. هلا بيك. والله أستاذي العزيز، إحنا دا ننقل معاناة اللي حاليا إحنا بألمانيا، إحنا ما بيدينا شيء نقدمه، إحنا كل دا نقدمه بألمانيا إنه نطلع مظاهرات. بس الموقف حاليا بالعراق يعني بشكل يعني يرثى له، مأساة مو طبيعية. يعني ما أعرف شو أقول لك يا أستاذ العزيز، إحنا هنا دموعنا تنكث، يعني لو بيدنا شيء نسويه نقدر نسويه. يعني نحاول نوصل الصوت للعالم كله، نحاول نمشي على طريق السوشيال ميديا، ننزل الروابط اللي تثبت انه العراق ده يقتل، الشباب يقتل عمرهم 15 سنة الى 25 سنة يقتلون بالشوارع يومية، اهالي وعلامات ولافتات. يعني ما اعرف شو اقول لك، يعني انا داش شايف والله دارجة. نعم. يعني ما اعرف شو انقل لك معاناتي، ما اعرف. يعني احنا لو بدينا شيء ما نقدر نسوي كله لنا عليه. الحل شنو؟ يعني الحكومة قاعد تقتل بالناس وتقول لك احنا ما نعرف، ناس تطيح وتقول لك قناصين، ناس تقتل مسيل الدموع، اسمه مسيل الدموع، يدخل بجمجمة البشر. يعني ما اعرف. نعم. فيا استاذ العزيز، انا دا احاول قدر الامكان انقل لك الصورة اللي احنا بيها حاليا. ما اعرف شنو الحل اللي بيدينا نسويه. يعني انا اشكر قناتكم شكرا جزيلا انه انتم تنقلون لنا الصوره بشكل مباشر، على علم انه قنوات هوايه الفضائيه تهددت من هوايه ميليشيات نسميها، حتى ما تنقل اللي دا يصير حاليا بالعراق. نعم. اولا يعني لا شكر على واجب استاذ شامل البكري، هذا واجبنا تجاه بلدنا واتجاه شعبنا. نقل الحقيقة هو شعار من شعارات قناة الرافدين. أيضا يعني القضية وما بيها، لما عاد عبد المهدي يعني يقول قواعد الاشتباك مع المتظاهرين، قواعد الاشتباك تفعل مع جهة مسلحة، المتظاهرين طالعين بعلم، والصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت وعلى القنوات الفضائية، وقناتنا واحدة منها، أنه يطلع مواطن شايل العلم وواقف قدام رجل الأمن يضربه بطلقة ويقتله، أو يجي قناص يقتله، مواطنين عزل. نشدد على أنه التظاهرات اللي طلعت بالعراق إلى اليوم مدنية سلمية، مواطنين عزل، ما حملت السلاح ولم تكن تظاهرة مسلحة. إذا حرقوا مبنى أو حرقوا مقر حزب فهو رد فعل، لكن لم تكن مسلحة. لما يقابلون بكل هذا العنف، ليش رئيس الوزراء وحكومته وكتله وأحزابه تقتل بهم إلى هذه الدرجة؟ عبد الرحمن من ديالى، حياك الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هاي الطبقة الفاسدة، نعم، طبقة مرفوضة من كل شعب العراقي، نعم، مرفوضة من كل شعب العراقي. والدليل دليل على أنه كل الشعب العراقي مظاهرات ضد هاي الطبقة السياسية الفاسدة، نعم. وطبعا نحن نريد إزالتهم بكل صورة، نعم، وهذا دليل قاطع. وهم لو عندهم ذرة من الشرف يعني هسه يستقيلون ويعوفون مناصبهم، لأنه شعب رفضهم جملة تفصيلة. نعم. أنا هسه دا حاشيك، عندي اثنين ولدي جرحى، عندي اثنين جرحى بالاحداث، صار واحد من عندهم صار 13 سنة نايم على السبيه، نعم، وما حد دق الباب عليه، هو منتسب كامل، نعم، وما حد قال يابا ايش بيه، ولا ألمانيا طبعا، نعم، اي دكتور اوديه يقول يابا علاجه بألمانيا، وما خليه باب ما دقيته
وما حد استمع لي ولا احد. والثاني ايضا هم انضرب، والله قدرنا هذا نعالجه داخل العراق. نعم. وزين وعالجته الله شاهد هم من جيبي، من جيبي الخاص. بس عندي هذا الكبير، ابن الكبير زياد، يعني صار له 13 سنه نايم على الساديه وما حد التفت له ولا احد قال، وهو ضحى من اجل هذا الوطن. نعم. اي. نعم. فاحنا ما مثل ما يقول ما ننتظر خير من هاي الطبقه الفاسده. نعم. زين. وعندي اثنين هسه بالسجن. زين ذبوهم بالسجن، واحد من عندهم عنده ثلاث افراجات من القاضي وماذا يطلعونه. نعم، هي هاي واحدة من مشاكل الشعب العراقي، انه ماكو اهتمام بمن دافع عن البلد او من وقف مع البلد، وايضا ماكو اي احترام الى القضاء ولقوانين القضاء. عبد الرحمن ديالة، شكرا جزيلا لك، وربي يشفي لك مريضك ويفرج عن اولادك ان شاء الله وعن اولاد كل عراقي ابن مظلوم او مسجون او معتقل في العراق نتيجة جور الطبقة الحاكمة او اخذ بجريرة احد اخر. هيفاء من تركيا، حياك الله. هلا وعيني. هلا بيك. الله يسلمك يوم. هلا بيك يمه. والله احنا يعني قاعدين بالخارج بس قلبنا قاعد يتفطر وينزف دم. نعم. يعني اني على هذول الاساتذه اللي يطلعون محللين سياسيين، احنا دا نعرف القضيه كلها. جنديت ما ياخذون هاي الصور مال الشهداء اللي قاعد ترسل دم، ها؟ ياخذوها ويسوون مذكرات اعتقال ويروحون على امريكا. هي مو امريكا اللي دخلت ايران، هي مو امريكا اللي خربت العراق. يروحون يقدمون مذكرات اعتقال بالحكومه الفاسده. يعني هالشباب راح يخلصون شلون؟ يعني الحل شلون؟ احنا نريد اعتصام، احنا نريد كل صغير وكبير يوقفون اعتصام. بس الحل الا مو امريكا تتدخل، هاي ما تنحل. هذولي مشجعين بإيران. من مشجع وظهره مرتجي ما يخاف. إحنا شبابنا تتروح تتشرب بالقعدة توقع، والله دنموت. إحنا دنموت. دنموت على هالشباب هاي اللي أمه تربيه إلى أن صار شاب بعينها، ها؟ يوقع بالقاع ودمه يفور بالقاع. يعني شلون؟ الحل شلون؟ خلي هذول المحللين السياسيين يسوون مذكرات اعتقال بالحكومة الفاسدة على مود أمريكا شوية تتحرك. أمريكا ترى قاعد بس تتفرج علينا، كل شيء ما تسوي. إذا مصر حديدة حارة ما تتحرك. نعم. إي والله. لكن يعني يا ست هيفاء، التظاهرات العراقية والشعب العراقي ما زال يشدد أنه سلمية التظاهرات، سلمية التظاهرات لسبب، لأنه واحنا نشدد على سلمية التظاهرات ايضا، ويجب ان تكون التظاهرات سلمية ويجب ان تبقى سلمية حتى ما تكون حجة لهم ويقولون شوفوا هذول المتظاهرين شايلين سلاح وجايين يخربون وهذول المتظاهرين لازم نسكتهم. سلمية التظاهرات اثبتت انه مواطن بريء ضايج من الحال يريد خيرات بلده إله، ما يريد تغول إيراني، ما يريد تدخل إيراني، ما يريد تدخل أمريكي، ما يريد أي تدخل خارجي. دي يجابه بطرق قمعية. يعني هو إذا رئيس وزراء يقول إحنا نستخدم قوانين فضل الاشتباك مع متظاهرين عزل، فكيف يعني باقي الكتل والأحزاب والميليشيات؟ وده نشوف كثير من الفيديوهات اللي تدمي القلوب صراحة. مواطن متظاهر تجي قنبلة غاز مسيل للدموع في جمجمته، والصورة يعني مؤذية للنفس. أم علي أشكرك أخت هيفاء. أم علي من الكوت، حياك الله. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يحفظك. هلا بيك أمي. عيني. تفضلي. تسلم عزيزي. أشكرك. إحنا طبعاً أنا امرأة طبعاً عمري 60 سنة، مو صغيرة. نعم. طولت العمر. الله يسلمك.
الحمد لله إن شاء الله هاي الأمور كلها نعرفها وكلها دارسيها، وطبعا أنا قارئة كتب فهذه الشغلة هذه مدسترة، وإحنا مع الأسف حكومة ما عندنا، إحنا لا. بدون حكومة يعني إحنا هسه مثل ما يقول ذولا حكامنا دمى يعني قاعدين على الكراسي، وهو هسه هذا يعني هسه الوضع الحالي، الوضع الحالي هذا طبعا هو احنا تحكمنا ايران تحكمنا ايران هسه، فاحنا هسه هذا ذولا مثل ما يقول الديرمون، احنا شعبنا شعب واحد، اذا جيش واذا شعب كنا احنا وماكو اطهر وانقى من قلب العراقي. نعم العراقي صاحب غيره وصاحب انسانيه، مستحيل يضرب اخوه، مستحيل يتعدى على اخوه، ولكن هذولي يعني مثل ما يقول جوي احتلوا العراق وذولي مثل ما يقول يعني معروفين ذولا هم شنو هم معروفين. نعم فهذا الحكم يعني حكم قلت لك هم يعني هذول انتمائهم كله ومثل ما يقول وباعوا العراق الإيران. نعم وهذول هم هذول هو هسه هذا شو اسمه الخرساني طبعا مذكور حتى بالكتب، مذكور بالكتب هاي اكو كتاب الملاحم والفتن، فاحنا الحمد لله لا تخفى علينا هيك الشغلات، لا تخفى علينا هيك الشغلات، واحنا نقول الحكومه والحكومه، الحكومه ما بيديها اي شيء وما تقدر تتصرف باي شيء، لان هم هسه هذا الخراساني ويا مثل ما يقول يعني هاي السفاره الايرانيه ويا السفير هم اتفاق عيني اتفاق يا ابني، واني ترى شوف اني لا دارسه ولا عندي شهاده طولت العمر على يقين. طولت العمر لك ام علي، شكرا لك ام لانضمامك لنا بالبرنامج. أنوه لعناية السادة المشاهدين، أكو رقم موجود هسه حاليا ظهر أسفل الشاشة في منتصف الأرقام، هو رقم أساسيال أي مواطن بالعراق يريد يتصل برنامج صوتكم يتصل على هذا الرقم. أيضا في خلال بثنا إلى هذه الحلقة القوات الحكومية تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف على المتظاهرين في ساحة التحرير. طبعا فضل اعتصامات في أي دولة ديمقراطية، أي دولة ديمقراطية بالعالم لما يصير بها اعتصام ويصير بها احتجاج ويكون هنالك حالة لفضل اعتصام ما يستخدم بها الرصاص الحي، الرصاص الحي بالتحديد ما يستخدم، يستخدمون رصاص مطاطي أو اسفنجي بطرق همينة ما تكون يعني قاتلة، لأن هو الرصاص المطاطي إذا كان عن قرب أيضا يكون فتاك، لكن يستخدم عن بعد ويستخدم بطرق معينة من ناس فاهمة مدربة بشكل جيد متهيئة نفسيا أنه تعرف أنه اللي قباله هو مواطن من هذا البلد ثاير على شيء هو مراضي عليه هو مو عدو. على الحكومة وعلى عادل عبد المهدي وعلى حكومته وعلى كل الميليشيات وعلى زعماء الميليشيات والعصابات الموجودين بالعراق أن يعوا أنه دولة مواطنين أبرياء مو أعداء للوطن. سوزي من كندا حياك الله. Hello. ألو تفضل يا أخت سوزي. Hi, I'm sorry. I just want to say one thing. My Arabic is not very clear, but I'm going to try to speak Arabic. I hope you understand. All I need to say is, مادام إيران موجود بالعراق هاي المشكلة ما راح تنحل. لازم إيران يطلع برا. لازم إيران. أنا إيراكي كمان. أنا عشورية إيراكية وعم بتابع كل ال all the news. بس إيران هي اللي عم بتساوي هيك مشان هي تسرق كل إشي من عندنا نحنا. نعم. فإيران تكون برا والحكومة بترجع رئاسية بدون برلمان بدون أي خيارات، الإيراك بيروح للشعب الإيراكي المظلوم. هيدي أكثر من ما بعرف كم سنة 16 سنة هلا، وقبل كان هداك النظام السابق عم يسرق خيرات العراق من الشعب العراقي. لازم واحد يحافظ على أجيال المستقبل القادمة، ما
بدها تعيش حياة حلوة، والباقي واقف على الله of course. وإن شاء الله يا رب النصر للعراق always. Iraq, 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 and Iran برا برا برا. Thank you so much. I appreciate it. نعم شكرا شكرا لك اخ سوزي. يعني انت بالبدايه كلام قلتي ما تقدرين تتكلمين عربي وتكلمتي كل رسالتك بالعربي، شكرا لرسالتك هذه. رجوان من اربيل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. على راس تحياتي الى برنامج الحلوه الاخلاقكم الحلوه. حبيب قلبي تفضل. على راس تحياتي للمضارين شلع قلع. نعم. أبوس إيدهم وعيونهم واحد واحد. نعم. أخوكم من كردستان، ربي يحفظكم وربي يخليكم وربي ينصركم على الفاسدين والكذابين هذولا. نعم. زين هذولا دمروا بلدنا، حتى دمروا يعني الأحزاب دمروا العراق من الشمال للجنوب. نعم. زين بس مع الأسف كل واحد يدور على ابن عمي، يعني ليش تقتل ابن يعني ابن دولتك لو ابن محافظتك؟ ليش؟ والله قلبي ينقهر عليهم بالقرآن، يعني ليش؟ نعم. يعني والله ما بالقرآن جالي عندي سنين والله يبشون علي. قلت بابا شلون يتهم؟ قلت والله يعني أديرة. قلت بس لا يبقى إن الله لا يوفقهم. زين إيران دمر البلد، إيران يعني شو أقول لك، والله دمر بلد العراق. إيد كافي والله كافي، خلي كلنا يصير إيد واحد من الشمال للجنوب. شوف أي واحد يقدر يتعدى على عراقي، ليش دم العراقي صار رخيص يمهم؟ نعم. على راسي وممنون، والله قلبي متروس من يعني شو أقول لك، والله من القهر. نعم شكرا لك أخ رجوان. محمد من العاصمة الرشيد بغداد، حياك الله أخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك اخي؟ احنا اول شيء السلام عليكم وعلى جميع المستمعين ان شاء الله. حياك الله. عليك السلام والرحمه. ونشكر قناتكم الموقره والله العظيم، اشرف قناه هي قناتكم اللي تنقل الحدث اول باول. واجبنا اخي العزيز واجبنا. ورحم الله والديك. وانا عندي معلومه يعني احب اطرحها عليكم، لان انا قبل ساعه جيت من قناه صاحب التحويل. والله يا اخي شهداء بالجمله، والله يا اخي شهداء بالجمله، وماكو اي قناه جات تطر خبر. والله يا اخي اطلاقات ناويه يعني تعمد على المتظاهرين. وماكو اي قناه جات تنقل هاي الاخبار، بس تطير هاي القنوات المنافقه حشا قناتكم اللي يقولون عن متظاهرين من دسين. قنوات منافقة والله، قنوات هاي العراقية كلهم وعلى رأسها قناة العراقية. والله يا أخي شهداء بالجملة وما جاي يعطون الخبر الصحيح. وأطلب من الشعب العراقي جميع المحافظات، يعني مو بس احنا نحدد، إن شاء الله كل العراقيين إن شاء الله إيد واحد وقلب واحد. طيب. يتوحدون، وهاي فرصة. فرصة لإسقاط النظام الفاسد. وإذا خمدت هاي التظاهرات بعد يعني بلدنا نقرأ عليه السلام. وأنا أشكركم وأشكر قناتكم الموقرة. شكرا لك أخ محمد، ولا شكر على واجب، هذا واجبنا اتجاه الشعب العراقي واتجاه بلدنا، هو نقل الحقيقة إلى الناس. أبو علي من محافظة بابل تحديدا الحلة، حياك الله. تسلم يا مرحبا، حياك الله بالعمي، شلونك أخي؟ ألف الحمد لله، أنتم شلونكم؟ الله يخليك يا مرحبا حياك الله. والله احنا نريد بعلاقتكم انتم برا، بعلاقتكم خلصون لكم دول الدجله الاحزاب القواويد السرسريه. ما ابو علي يعني خلينا احنا في قناه تلفزيونيه، ما نريد نطلع في الفاظ نابيه، يعني هذا الكلام ما مقبول، ان كان عليهم وان كان وياهم. هذا حكينا حتى بالمراهقة قبل شوية، جيت الله من دارك، وهسه المظاهرين جماعتنا شفتهم منظمة بدر وقتلوا 2 من جماعة بدر وانعلبوهم لابو بدر، مردونا مرد، راح الشباب وضحايا ونصبنا خيم، والله من دارك سوينا عزيات انسانات مثل المحافظة وغلقنا تماما من البارحة واليوم. نعم. احنا بعلاقتكم هناك بالخارج يشتغلون هم نسقوا ويا امريكا، انتم هم نسقون ويا امريكا بعلاقاتكم من واحد وواحد. نعم شكرا لك ابو علي. عمار من اسطنبول حياك الله.
السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية لك والمشاهديك الكرام. حياك الله أخوي. الرحمة لشهدائنا الأبرار الأبطال. نعم. اللي يضحون بالغالي والنفيس من أجل رفعة هذا البلد واسترداد ما سلبه منه لمدة 16 أو 17 عام. نعم. أنا أحب بس أوجه فد معلومة أنه جميع القنوات الإخبارية ولا قناة إخبارية الآن موجودة في بغداد قاعد تنقل الحقيقة كما هي إلا أنتو قناتكم الموقرة. نعم. بالعكس قاعد يعني يزيفون بالأخبار، وطبعا أنه الحكومة ما تسمح لهم أنه يشاركون بهاي التظاهرات أو ينقلون كحقيقة معينة، لكن الاعتصامات ما زالت موجودة من ساحة التحرير والاقتراب من بوابة المنطقة الخضراء ليصير كر وفر، لكن هناك شهداء. طيب. كثيرين، جرحى كثيرين، الإسعافات الطبية ما قاعد تتمكن من نقل الجرحى، فقط يعني سواق التوك توك اللي هم الأبطال اللي قاعد يوصلون الجرحى إلى المستشفيات، أقرب المستشفيات. إن شاء الله نتمنى نعم. للعراق أن يظل شامخ وأن يستعيدون هاي الجماهير البطلة ما سلب من عندنا لمدة 16 أو 17 سنة. اللهم يا ربي إن شاء الله يبارك بجهودهم ويرحم شهدائنا الأبطال. نعم، شكرا شكرا لك أخ عمار. قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب يتوعد بالثأر من قتلت وسام لعلياوي، يعني وهذا الشيء ما يعتبر تهديد أمام الملأ وأمام العلن، وعلى تصوير يعني تصوير فيديو نشر أيضا. وين القانون؟ مو أكو قانون يقول أنه المتهم يجي قضاء يحاسبه يحقق وياه وراها محكمة. أنت تتوعد بأي حق تتوعد؟ ومن هو قيس الخزعلي أمام العراق وشعب العراق؟ وأيضا يعني حق المتظاهرين اللي انقتلوا من 1 تشرين إلى اليوم، وأكو 12,000 جريح برصاص حي، من يأخذ لهم حقهم؟ وأيضا أكو فيديو مقتطف عندنا بتظاهرات العمارة عن ميليشيا العصائب، أتمنى سيد المخرج يظهر لنا إياه يعني حتى نشوف العصائب شلون تتعامل ويا المتظاهرين. شلون يرمي على العالم باوة؟ يرمي عدل على العالم باوة. هذا الثاني واقف فوق السطح يرمي على العالم. بويا قيس من تتوعد وتقول انا راح اخذ بثار وسام العلياوي، هاي دطش عليهم مي ورد، دا تعطيهم شوكليت يعني مثلا قناصتك دا يوزعون عليهم شوكليت، لو دا يعطوهم يعني فرص عمل، لو دا يعطوهم حقوق، هذا مو جماعتك ذوله؟ هاي العصاب هاي اللي انت تتزعمهم، مو دا يضربون المتظاهرين؟ وانت يا عادل عبد المهدي من تقول اكو قانون واحنا نشدد على القانون وقواعد الاشتباك اللي هي اصلا ما لها علاقة بالمتظاهرين، يبدو ان القواعد العسكرية انت ما تعرفها، ولا وانت رجل مو عسكري حتى تعرف قواعد العسكرية، لكن وينك من هذا التهديد؟ وينك من الناس اللي انكتلوا؟ وين القانون اصلا؟ وين المرجعية ويا الناس اللي انكتلت واستشهدت بهاي التظاهرات؟ وين الدستور؟ وين القضاء؟ وين الكتل؟ وين السياسيين؟ وين البرلمان؟ وين أي واحد بيهم؟ كلها ساكتة وكلهم يحجون على المتظاهرين، والناس دا تتكتل القناصة ودا ينضربون بالصدر والرأس وما بيكون واحد يحجي. قبل ما أكمل الاتصالات أرد أخذ كم رسالة واتساب، لأن كم رسائل كثيرة عندي. أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم، التحية لكم ولكادر القناة والمشاهدين، بارك الله للعراقيين هذا التظاهر السلمي والحضاري الذي ولد من رحم العراق ورحمة
للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. أوجه رسالتي إلى الشعب العراقي من زاخو إلى الفاو، وأقول للمتظاهرين: سيروا على بركة الله وعين الباري ترعاكم بقلب رجل واحد، وشدوا الحزام ورصوا الصفوف، هذا يومكم ويوم جهادكم يا أحفاد الأجداد شيبان وشعلان وضاري، ولد الرميثة والرارنجية وذي قار، لا تأخذكم لومة لائم بالحق على الباطل. والرسالة تطول، أعتذر منك عمي أبو حاتم. رسالة أخرى: قناة الرافدين، سلام عليكم وتحياتي إليكم يا نشامة، برنامج صوتكم تحياتي إليكم الأخوة عمر مصطفى قاسم محمد باجت كردي رافع الفلاحي ورحمة على روح الشيخ حارث الضاري، أتمنى منكم إذا بثيتوا المظاهرة خلوا عليها نشيد حماسي مثل عباس حاجي الأهوازي، أغنية الله أكبر، أغنية حياكم الله يا المعالي، وداز بعض المقترحات. ما أقدر أتصل عليكم لسبب، أتمنى أتصل، حياكم الله، معكم أخوكم طعمة الشريفي من الأحواز، حياك الله أخي طعمة. وأيضا كيف الحال، رسالة من شخص يقول: هذا مقطع أتمنى أن تنشروه إن شاء الله يا أخي ننشره. أرجع إلى اتصالات، عندي مخلد من السويد، حياك الله أخ مخلد. مساء الخير. مساء الأنوار. تحياتي للقناة والعاملين على القناة. الحقيقة أنا من فلاونزا. أي الحقيقة أنا نقول للصدر، نعم، إنك آمنت جانبك منذ أن آمنت جانبك، منذ أن كنت تنوي تسليم السلاح للحكومة، وخصوصا لدخول الحرس الثوري أي الجيش وسرايا السلام والميليشيات والحرس الثوري، خري مري، يعني سلم سلاح للحكومة والجيش العراقي عازل عن معزول عن الشعب، والحرس الحرس الثوري يجول ويد. اخ مخلد وياي؟ الو استاذ مخلد، يبدو انه انقطع الاتصال يا استاذ مخلد، اعتذر منك اخ مخلد. ام عبد الله من بغداد، حياك الله ام عبد الله. ام عبد الله يبدو ايضا انه ما تسمعني وانقطع الاتصال وياها. أرجع إلى برنامج الواتساب. السلام عليكم، ما ضع حق وراءه مطالب، الحق يؤخذ ولا يعطى، نتمنى من الشرفاء من داخل العراق وخارجه المطالبة بدماء الشهداء. محمد من السويد. وأيضا رسالة أخرى تقول: إن شاء الله زوال محور الشر في العراق قريب، والسبب أن هذه العصابات المتسلطة على الشعب انكشفت، وعلم الشعب جميعهم أو علم منه سبب الدمار والفساد المنظم. سعد من السعودية. أم قصي من الكوت، حياك الله أم قصي. هلا وحياكم الله. هلا بيك أمي. الله يحفظك يمه، يحفظكم الله. يسلمك. يسلمكم الله. من تجم على الأقل جاي يسمعون أصوات العراقيين المظلومين. تفضل، يوم واجبنا. إن شاء الله يمه يديمكم إنه، يحفظكم إنه، لأنه ما أنتم كل خبر ما نسمع عن أولادنا. وربي يحميكم إن شاء الله. خلاص. يقول: إذا شاءت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. نعم. يعني هسه شباب مظلومة مهضومة، شبعانة ضيم وهضم، وشبعانة. أنا عندي أولاد خفين كلية لحد الآن ياخذ 1000 دينار من عندي، يلا يطلع يروح للقهوة، إذا يريد صديقة يعزمه ياخذ من عندي المصرف. إذا وين لعد، وين مالية العراق الحلوة وين؟ يعني هسه يلومون الناس التظاهر، يضربوها يقتلوها، لعد وينك أنت يا دموي؟ طلعت أنت دموي، طلعت أكبر دموي، لأنه أنت هسه قاتل. شباب طالعة بالعلم تهوت،
ليش تنتقم من عندها؟ ليش هالقناص القوي؟ ليش؟ ليش هالشهداء الحلوة الشباب اللي كله يعني ولا واحد متجاوز 20 سنة؟ ليش؟ شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم؟ انت جاي تقول سلمية وكل الدول تطلع مظاهرات، ما شفنا واحد شال ايده وضرب واحد، ليش بس احنا طول عمرنا مدقة؟ ليش؟ الى متى نبقى احنا بس للضرب؟ الى متى احنا نبقى جوع؟ مو بس هيك يا امي، يعني التظاهر حسب ما هم يدعون، هم مو يقولون الدستور والدستور وصدعوا روسنا بالدستور، التظاهر حقه في له الدستور، ليش ما يخلون الناس تظاهر؟ لان هم خاضعوا، لان احنا عندنا دوله خاضعه لاوامر غير العراق. نعم. وانت تفتهم؟ نعم. منك يوجهوهم؟ نعم. ما بديهم؟ كل شيء ما بديهم، جاي يوجهوهم اطلع اطلع طوب طوب، سوى هذا سوى هذا، واحنا باقين الفقرة، باقين ماكلين التراب والجوع. نعم. شكرا شكرا لك ام قصي من محافظة الكوت او من مدينة الكوت عفوا. ابي من اسطنبول حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والاكرام. استاذ افل شلونك؟ الحمد لله. منور الشاشة اليوم. نورك. الله يخليك استاذ افل، احنا حابب اشارك وياك اني بالبرنامج وياي على الهواء. تفضل استاذ افل. احنا نريد انقلاب، نريد يرجعونا، يريدوا يرجعونا احنا نظام جمهوري، ما نريد النظام البرلماني. احنا مطالبتنا من المتظاهرين، نطالب المتظاهرين بقلب النظام الى نظام جمهوري، هذا الحل الافضل بالعراق. نعم. وأنا أشكرك وشكرا. شكرا شكرا لك أخ أبي. أيضا أرجع إلى الواتساب، رسالة تقول الثورة التشرينية تنتصر بتضحيات الشهداء الذين سقطوا أمس واليوم من بداية الثورة، هم شعلة وشرارة في وجه الفاسدين، وإزالتهم زوال إلى غير رجعة، ويأتي نظام جمهوري رئاسي يعود به العراق عظيما. هؤلاء الثوار الأحرار خرجوا لقول كلمة الحق والانتصار لمبادئ ثورة تشرين العظيمة الحقيقية، الفاتحة للدماء التي سالت في سبيل انتصار ثورة تشرين. رسالة من الإمارات وتطول. سلام عليكم أكرم العقابي من ألمانيا. أخواني يا من خرجتم تطالبون بحقوقكم وحق كل عراقي، نرجو منكم أن لا تصدقوا ما يوعدون ويتوعدون به هذه الحكومة الفاشلة، ونرجو من شيوخنا وعشائرنا الأشراف أن يسندوا بمظاهراتهم الحرة. تحياتي لقناة الرافدين. أيضا رسالة أخرى تقول معلومات مؤكدة من مصادرنا، قاسم سليماني يخطط لضرب المراقد المقدسة من أجل إشعال الفتنة من جديد وإنهاء التظاهرات، نرجو مشاركة المنشور وفضح مخطط إيران. عندي اتصال حامد من بغداد. حامد انقطع الاتصال ويا الأخ حامد، أتمنى يرجع يتصل بينا حتى نسمع ما اللي يريد يقوله. رسالة أخرى تقول عبد الرحمن السل، اللي ما يطلع ويانا شيلة مرتة تلوق عليه. ورسالة أخرى تقول أخي الشيوخ مال العشائر ليش ما يطلعون لساحات الاعتصام؟ مو أبنائهم صاروا قرابين مال العيد؟ المفروض يروحون يهجمون السفارة الإيرانية لأن هي من تقود هذا القتل بأذرعها من الميليشيات. رسالة أخرى تقول للأسف إيران هي المسيطر على كربلاء، أحزاب كلها إيران، حتى اللي يمثلون السستاني المرجعية هم إيران. البلد أخي ضايع كله، متآمر ضد العراق، خلصت شبابنا بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع اللي تنفلق بالرؤوس. بالنسبة للمتظاهرين ما قدروا يوصلون لمكان مجلس محافظة يطالبون بحقوقهم المشروعة. عادل وياي حياك الله أخ عادل. عادل حياك الله سامعك. حياك الله أخويا تفضل. اولا احييكم على هاي البرامج الحلوه. حياك الله اخوي. ثانيا اني هسه قبل شوي كنت احكي ويا اهلي ببغداد، اني اهلي بزيونه. نعم. تصور الزيونه واصل الغاز مال مسيل دموع الى زيونه، من ساحه التحرير الى زيونه. نعم. ايش دا يصير؟ نعم. وهذا الحكي قبل حوالي ساعه ونص، وتقول عبالك جبهه، يعني الصوت بيوصل الى بغداد جديده وزيون. وهذا هذا هذا
هذول شلون بشر؟ نعم. هلا بطل مي ايش قد يسوون بيهم؟ يعني ما ادري وين الامم المتحده؟ وين منظمات حقوق الانسان؟ وين امريكا؟ وين الدول العربيه؟ وين جامعة الدول العربيه؟ نعم نعم نعم. شكرا 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 اخ عادل. ويانا اتصال من المانيا ابو الحكم. حياك الله ابو الحكم. حياك الله وحيا الله العراقيين. كافه يسلمك ربي حياك تفضل. اهم شيء اليوم احنا بما انه هذه الجوله الثانيه من التظاهرات الشعبيه اللي صرجت لازم ناكد على انه احنا كعراقيين وحدنا. نعم. يعني لا المجتمع الدولي مهتم بمسالتنا كون هو المجتمع الدولي مشارك بشكل مباشر في مصيبة العراقيين. نعم. وعلى هالأساس هو غير حريص على أنه يبرز قضية العراقيين. وحتى أن أبرزها راح يحاول يبرزها على أنه هو مجرد صراع مع طبقة معينة أو شيء يخص إيران، وإنما ليس الواقع اللي هو أنه الشعب العراقي كله شبع من العملية السياسية ومن اللعبة اللي تركبت من دستورها إلى حكومتها إلى برلمانها. نعم. لازم نركز على العملية السياسية وتغيير مسار العملية السياسية وليس فقط وجوه وأحزاب، لأنه هم حاليا الضرب اللي يصير على المتظاهرين والقتل هو لإنزال سقف المظاهرات وإجبار الناس على قبول نوع من التسوية. نعم نعم. شكرا شكرا لك أبو الحكم من ألمانيا وعلى رسالتك اللي وجهتها إلى الشعب العراقي. أعود إلى برنامج الواتساب. أنا حامد الكبيسي من العراق. إحنا نشكركم يا قناة الرافدين على تواصل تغطياتكم لهذه الانتفاضة الشريفة والمباركة، والله ينتقم من إيران والمعممين الذين باعوا العراق وأهله العملاء منهم. الله ينتقم من إيران، وإن شاء الله عاشت قناتكم الرائعة التي تبث هذه الانتفاضة المباركة، ولعنة الله على أحزاب إيران المجوسية والحكومة الفاسدة. أرجو إظهار رسالتي. ظهرت أخ حامد وتدلل. أمريكا هي من سلمت العراق لإيران، وواجب علينا الآن أن نزيح هذا السرطان من العراق. واجب علينا وأرجوكم لازم توصلون صوتنا لأمريكا، لأن هي اللي وصلتنا لهذه الحالة. ويحيى العراق والرحمة للشهداء الأبطال. رسالة أخرى. السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين. الآن نزل جيش إيراني بساحة النسور، اليوم حدثت مجزرة بساحة التحرير والشباب محصورين، على كل رجل شريف أن يخرج للتظاهر، والنساء أيضا والأطفال لازم أن يكون تظاهر بكل شرائح المجتمع العراقي. البارحة أنا كنت بالرمادي، كل النواب ورئيس الحكومة عاد عبد المهدي بقاعدة حبانية جوية، انهزموا هناك ونسوا أهل الرمادي. هاي الحكومة هي اللي دمرت المحافظة. رسالة أخرى. أرجو تعميم هذا الفيديو إن شاء الله. السلام عليكم وبركاته. اللهم بردا وسلاما على بلد الجريح. للأسف شباب مثل الورد يموتون بالجملة. كان استحوا كل السياسيين بالبلد من نفوسهم هيج دم عراقي رخيص. ربي ينصر الثورة ويخلصنا من هاي النماذج. أم كرار من بغداد العظمية حياك الله. أعتذر من السادة المشاهدين اللي كتبوا لي رسائل واتساب، أكثر من 40 أو 50 رسالة موجودة بس ما أقدر أقراها لأن الوقت أدركني كثرة الاتصالات والرسائل. أيضا يجب على القوات الأمنية ومنتسبي القوات الأمنية أن يعوا شغلة واحدة بس، وأيضا السياسيين، أن المتظاهر هو مواطن عراقي بريء ثائر على الحال اللي هو مراضي عليه، ما شايل سلاح ضدك، ما يحتاج تستخدم ويا قوانين الاشتباك، ما يحتاج تقتله وما يحتاج تقنصه ولا تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع كآلة للقتل ضدهم. شكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء.